للحديث عن تطورات الأسواق العالمية انضم إلينا في الاستوديو الأستاذ راد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد راد. أهلا وسهلا. دعنا نتحدث عن مشروع قانون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. عدم تمرير هذا المشروع هل سيضع وعود ترامب الكبرى في مهب الريح برأيك؟ طبعا بدرجة كبيرة كان له أثر سلبي على أداء الدولار الأمريكي على وجه التحديد. زاد بشكل كبير عدم اليقين وعدم الوضوح بالنسبة لمستقبل القرارات السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن أجندة دونالد ترامب كلها أصبحت تحت المساءلة هل يمكن أن تتحقق أم لا. وبالتالي بلا شك عدم تمرير مثل هذا القرار الذي كان يعتبر أهم بنود أجندة دونالد ترامب وإدارته الجديدة يعني يشكك بكل القرارات القادمة التي لا تزال ننتظرها، لعل أهمها إعادة هيكلة الضرائب إجمالا. طيب رائد، عدم اليقين بمستقبل هذا المشروع هبط بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 14 شهر. بالأمس كنا أيضا نتحدث عن بيانات ضعيفة للتضخم، بالتالي ما هي توقعاتكم للسياسة النقدية الأمريكية القادمة؟ طبعا السياسة النقدية الأمريكية لا تزال تحذي يعني تسلك طريقها نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بمرة أخرى قبل نهاية هذا العام، ولكن الدولار الأمريكي لا يتحسس حاليا فقط متغيرات السياسة النقدية التي تأتي من الفيدرالي الأمريكي، وإنما عدم اليقين مثل ما ذكرت. الدولار الأمريكي أدنى مستوياته أمام اليورو ب 14 شهر كمؤشر، دولار أمريكي عند أدنى مستوياته في 10 أشهر حاليا. هذا يعتبر ضغط كبير على العملة الأمريكية في الوقت الحالي، وبلا شك قد يتجه الفيدرالي إلى تفكير بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال العام القادم. طيب في المقابل رغم توقعات عدم تغيير سياسته النقدية في اجتماع يوم الخميس، لكن البنك المركزي الأوروبي ونظيره البريطاني أيضا تحدث عن إمكانية تشديد السياسة النقدية على غرار كندا. هل هذا أمر ملح بالنسبة لأوروبا الآن؟ نحن نعتبر ابتداء من الاجتماع القادم للمركز الأوروبي ولبضعة أشهر سوف يكون اجتماعات المركز الأوروبي جدا مهمة وذات تأثير كبير. من المتوقع أن لا يكون هناك تغيير في أسعار الفائدة، ولكن تقليص برنامج التيسير النقدي وأي حديث أو تلميحات حول هذا التقليص والتخلص من البرنامج الذي هو بحوالي 60 مليار يورو شهريا سوف يكون له أثر كبير على الأسواق. ولاحظنا اليورو كيف ارتفع إلى أعلى مستوياته ب 14 شهر ولا يزال يستهدف مزيد من الارتفاعات، كله بسبب التوجه نحو تشديد السياسة النقدية. أما المركز البريطاني فيرفع أسعار الفائدة نتيجة تراجع جنيه الاسترليني ونتيجة الحد من ارتفاعات التضخم حتى لا يصبح تضخم خارج عن السيطرة أو التضخم جامح. طيب ننتقل إلى سوق النفط. اجتماع أوبك القادم في سان بطرسبرغ، هل سيبحث برأيك أو بحسب توقعاتك كبح الإنتاج الليبي والنيجيري بعد تأثيرهما الأخير على الأسعار العالمية؟ طبعا الإنتاج الليبي كان خارج سياق الاتفاق الأخير، لم يكن هناك حدود على الإنتاج الليبي، وبالتالي زيادة الإنتاج الكبيرة ضغطت على أسعار النفط. وفعلا التصريحات التي صدرت اليوم أو أنه لولا هذا الاتفاق كنا رأينا أسعار النفط عند 25 دولار للبرميل، هذا بالتأكيد في حديث عن ضم ليبيا إلى الاتفاق. إذا كان هناك أي ضم ليبيا وتحديد على الأقل سقف إنتاج لليبيا، من المتوقع بشكل كبير أن يدعم ذلك أسعار النفط بمزيد من الارتفاعات. أي حديث سوف يكون محوره هو دخول أعضاء جدد في هذا الاتفاق ونوايا أكبر لتمديد هذا الاتفاق أو تنفيذه أو اتساع رقعته، بلا شك سوف يدعم أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. نعم السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.